دايما بقول ان احنا بنركز على كل الموضوعات اللي بتخص بناء الانسان المصري، عشان كده كان تركيزنا بصورة كبيره جدا على المستشفيات، وشفنا المستشفيات المختلفه اللي احنا زرناها مع بعض، سواء في شاكيا معهد الاورام اللي تبع جامعه الزقازيق، ويمكن هنبقى في بعض الوقفات الاخرى يعني هنقولها كده ان شاء الله. ولكن ايضا يعني في المدارس طبعا حضراتكم شفتوا يمكن نموذج مدرسه المتفوقين، وانا كنت حريص الحقيقه ان احنا يعني نزور هذا النموذج، لان اول مره نشوف هذا النموذج ونعرضه على المواطنين في مصر. احنا عندنا 14 مدرسه على مستوى الجمهوريه بالمستوى اللي حضراتكم شفتوه ده، وده انا تصوري مع نموذج المدارس اليابانيه والمدارس اللي ان شاء الله هتبقى كلها بنركز عليها. ده هيبقى النموذج يعني جيد جدا لازاي ان احنا نرتفع بمستوى التعليم جنبا الى جنب طبعا مع التعليم العام العادي. ولكن يمكن اللي ما كانش محدد في البرنامج هو زياره المدرسه الزراعيه. حضرتك يمكن اكيد خدتوا بالكم احنا اول ما يعني ما نزلنا وخلصنا مدرسه المتفوقين نزلنا على طول على المدرسه الزراعيه، عشان برضو مدارس التعليم الفني هي من اهم يعني مرات محاور تطوير التعليم اللي ان شاء الله هنشتغل عليها في الفتره الجايه. معالي وزير التربيه والتعليم احنا مولينها يعني اهتمام شديد جدا. وشفتوا حضراتكم هو دي نموذج لمدرسه مبنيه من الستينات من القرن الماضي، ولكن المدرسه الحقيقه في حاله جيده جدا ومنتجه، والاولاد بياخدوا يمكن جزء يعني كمان نظير الشغل بتاعهم، بياخدوا جزء يعني دخل يومي بيبقى لهم، وبيطلعوا بعد كده يقدروا ان هم يشتغلوا. المدرسه نفسها المنتجات بتاعتها بتسوق بصوره جيده جدا في مدينه الزقازيق. فالحقيقه نموذج هذه المدارس الحقيقه يعني من افضل النماذج ايضا اللي لازم نلقي عليها الضوء ونشجعها، لان هو هذا النوع من التعليم احنا محتاجين ان احنا بجد نشجعه لاولادنا ان هم يبقوا يعني يدخلوا هذه المدارس ويبقوا يعني متميزين فيها جدا، وانها فعلا ليها دور مهم قوي في هذا الموضوع. يمكن برضو يعني كان ما كانش من المخطط ان احنا نزور الجمعيه الاستهلاكيه، ودي يعني مش محطوطه في البرنامج، وخدتوا بالكم احنا لفينا كده بصوره مفاجاه ورحنا وقفنا عشان نتاكد